في الآفاق تسامى، فأنا أرى بعيدا وترامى. في المنتصف بدا أوله، ومضى يتألق وتنامى، ومضى يتألق وتنامى. من وحي القرآن اقتبسا، فأبان الحق وما لبسا، وإلى السنة ماد طريقا، فعلا في الناس ومن تكسى، علا في الناس ومن تكسى. أهدى للأسرة أزهارا، وجنى للآباء ثمارا، فانتشر كعطر في الدنيا، وعلى ماد البصر أنارا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتصف. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع هام جدا، أحدث طرق الإقلاع عن التدخين والإدمان، مع الأستاذ تامر حسني أخصائي علاج الإدمان. وهيشرفنا أيضا فريق آي دايف لإنقاذ المخلوقات البحرية. وما تنسوش طبعا الهاشتاج بتاعنا برنامج المنتصف، تليفوناتنا 002-02-38-35-653 أو 657. بمناسبة المخلوقات البحرية، عندنا مجموعة من الأخبار المصورة اللطيفة جدا، تعالوا نشوف أول خبر. مغامر يقوم برحلة إلى الأمازون لدراسة الكائنات البحرية ليواجه إيه بقى؟ السمك مصاص الدماء، ربنا يحفظنا جميعا. المحيط كنز دفين من الأسرار الخفية، ثروات لا ترى بالعين المجردة تسبح تحت السطح الواسع. وعلى ساحل إفريقيا وعلى مقربة من الطرف الشمالي الأقصى للقارة، توجد مدينة فريدة من نوعها تحت الماء، تشكل ملجأ لبيئة غنية من الحياة البحرية. وهي واحة تحت الماء تعتبر من العجائب المائية في العالم. وتم نشر فيلم وثائقي بعنوان صنارة الصيد، السمك مصاص الدماء. يتناول الفيلم عالم الأسماك المتوحشة المذهل والمرعب في نفس الوقت. وذكر الموقع أنه يظهر في الفيلم عالم أسماك مغامر يقوم برحلة جريئة في الأمازون لدراسة هذه الوحوش، ومنها الأسماك والحيوانات البحرية من النوع الآكل للحوم البشر، ربنا يحفظنا جميعا. الخبر الثاني في المياه برضه وفي المحيطات، ظهور حوت أبيض نادر على سواحل أستراليا. نشر موقع أسترالي مقطع فيديو وصفه بالمذهل، تم التقاطه لحوت اسمه ميجالو، حوت ميجالو الأبيض النادر، حيث رأى البحارة والمسافرون على متن السفن سابحا في المياه بالقرب من السواحل الأسترالية. وأوضح الموقع أن ميجالو أو الحوت يعني ميجالو واحدا من مجموعة حيتان نادرة اكتشفت بمياه أستراليا قبل مئات السنين. وأشار إلى أن قناة 7 نيوز الإخبارية هي أول من التقطت مقطع فيديو زي ما احنا شايفين للحوت النادر عبر طائرة استقلها فريق الإنقاذ، مضيفا أن هذا هو الظهور الأول للحوت الأبيض منذ هجرته إلى شرق السواحل الأسترالية، وسبحان الخالق. الخبر الأخير معنا النهاردة، شاب يحقق حلم حياته بالسباحة بجوار الحيتان الزرقاء. الأولاني كان حوت أبيض، دلوقتي واحد كان بيحلم يسبح جنب الحيتان الزرقاء. السباحة وسط الحيتان الزرقاء هي الحلم الذي تمنى باتريك ديكستر تحقيقه منذ الصغر، وهو الأمر الذي استطاع باتريك وهو أحد مخرجي الأفلام الأمريكية القيام به بعد أن وصل إلى 35 سنة ليسبح بالفعل. عم باتريك بيسبح بالفعل مع أحد الحيتان الزرقاء، ويلتقط مجموعة من الصور الجميلة الرائعة. وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن باتريك التقط مجموعة من الصور الرائعة تحت الماء وقت أن كان يسبح وسط الحيتان العملاقة. هي حيتان بالفعل وحيتان في نفس الوقت، ما شاء الله حاجة لطيفة جدا، الواحد بيخاف يسبح في حمام سباحة قد كده. انتهت أخبارنا، بعد الفاصل التدخين فيه سم قاتل، انتظرونا إن شاء الله. في المنتصف بدا أوله، ومضى يتألق وتنامى. العدو هو يريد يحاول أن يفسد، لكن أيضا جزء من المشكلة ذلك الذي يستقبل هذا الإفساد.
كل كلية تخرج معلم يجب أن يكون مندوب لوزارة التربية والتعليم فيها. نحن كمسلمين الذي يميزنا في الدنيا وفي الآخرة هو العلم. إيران تحتل من أراضي المسلمين السنة أضعاف ما احتلته إسرائيل في فلسطين. يأتيكم في الأوقات التالية. برنامج حقوقنا يرصد لكم أهم الأحداث والأخبار القانونية والقضائية كل أسبوع. نتابع الجديد من الأنظمة والقرارات الإدارية واللوائح والأحكام القضائية والمبادئ المستقرة. يتجول في ردهات المحاكم ومكاتب المحاماة ليقدم لكم رأيا قضائيا وقانونيا صحيحا يعالج الكثير من مشكلاتكم. لمزيد من الوعي القانوني والحقوقي كونوا معنا في برنامجكم حقوقنا. يأتيكم في الأوقات التالية. بدا أوله ومضى يتألف وتنامى. أهلا بكم مشاهدين. بعد هذا الفاصل يمكث بين أركان بيوتنا سم قاتل نتعايش معه ويأخذنا لطريق مظلم. التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وإدمان المواد المخدرة أشد ضررا وكارثية. عن الأسباب وطرق التعافي والعلاج يحدثنا الأستاذ سامر حسني أخصائي علاج الإدمان بالخط الساخن بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. في البداية أهلا بك أستاذ سامر. أهلا وسهلا، منورنا، ربنا يبارك لك. موضوعنا النهاردة هو موضوع هام جدا طبعاً. موضوع للأسف الشديد الشريحة بتاعته المستهدفة الشباب بتاعنا، صح. وللأسف دول ثروتنا يعني طبعا. فعايزين نعرف بس الأول انتوا بتعملوا ايه بالظبط، والهيئة اللي حضرتك تابع ليها يا ترى ايه نشاطها وبدأت امتى وايه حكايتها يعني؟ طب احنا جهة علاجية اسمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء. الصندوق ده تم إنشاؤه في بداية التسعينات. بنتعاون مع مستشفيات كتيرة جدا تبع لوزارة الصحة وتبع المراكز الجامعية. عندنا إدارتين في الصندوق، إدارة اسمها إدارة الخط الساخن لعلاج الإدمان اللي أنا أحد المعالجين في الخط الساخن، وعندنا إدارة تانية اسمها إدارة التعويض والتصفيف. إدارة الخط الساخن لعلاج الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنتلقى تليفونات على الخط الساخن لعلاج الإدمان اللي هو 16023 على مدار ال 24 ساعة. بنستقبل التليفونات سواء من الأسر أو سواء من المرضى عشان نوجههم لأقرب المستشفيات العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. يعني مثلا جوه القاهرة هتلاقي عندك مستشفى العباسية للصحة النفسية، مركز الطب النفسي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى القصر العيني. في الأقاليم والمحافظات مثلا هتلاقي مستشفى المعمورة في اسكندرية، مستشفى المنيا للطب النفسي في المنيا. تمام. عندنا هل بتوجههم للمستشفيات بس ولا ممكن يستشيروكم مثلا في مشكلة ما؟ اب عنده ابنه بيلاحظ عليه حاجات، عايز يعرف اذا كان بيشرب سجاير او بيتعاطى مخدرات ولا لا، يعني بتنصحهم بحاجات ولا توجيه بس؟ لا لا خالص، احنا اللي قاعد على تليفون الخط الساخن لعلاج الادمان ده الراجل اخصائي نفسي مدرب ومؤهل ان هو يتعامل مع كل الحالات، سواء بيقوم بدور ارشادي في التليفون او بيقوم بدور علاجي بعد كده لما يروح المستشفى. الزميل اللي بيرد على التليفون ده هو اللي بيقابل العميل او بيقابل المريض لما يجي له المستشفى. بنرد على كل استفسارات وكل الحالات. يعني احنا اذا اتصلنا بالخط الساخن دلوقتي يردوا علينا، واذا كان مثلا على افتراض ان احنا دلوقتي على الهواء وان انا عندي مشكله في مساله الادمان ممكن يرد علينا؟ يا ريت تجرب ونجرب. بس حضرتك ما تروح هنشوف، احنا معانا وقت للفقره بتاعتنا. يا ريت تجرب، يا ريت. طيب تعالى نستغل وقتنا بشكل علمي عملي. طيب. ونشوف مسائل التدخين الاول. تمام. كويس. طبعا حرمان التدخين دي شيء مفرغ منه طبعا،
طبعا. كويس، بس انا بتكلم عن اضرار التدخين صحيا. تمام. كويس. الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش، انا عارف ده بيأثر على الرئه، بيسبب لي كحه، بيجيب والعياذ بالله سرطان. عاوز اعرف اضرار التدخين على اي شاب او اي واحد مدخن. تمام. نقول بس ايه اللي بيخلي اي شاب في بدايه حياته، في بدايه سن المراهقه، ان هو يفكر ان هو يدخن. اول حاجه بيبقى نموذج القدوه اللي موجود في البيت. هو بيطلع بيلاقي، ده كان سؤالي التاني. ماشي نبدا بيه، اتفضل. بيطلع تضيفنا بقى مش هنزعلك. بيطلع بيلاقي حد في البيت فبيدخن، فبيبقى عايز يجرب. وعنده توقعات كده جوه ذهنه، يعني حاجه اسمها برنامج سلوكي معرفي. التوقع اللي موجود في دماغه لما يدخن، الناس هتقول عليه ان هو كبير، الناس هتقول عليه ان هو شاطر، الناس هتقول عليه ان هو ولد وكبر وكل الكلام ده، فيبتدي يجرب. طلع لي راجل بقى وبتاع. بالظبط، يبتدي يجرب. وبعدين التدخين ادمان. التدخين، الناس اللي بتتعاطى السجاير او بتدخن الشاي، ده ادمان زي بس هو ادمان المخدرات. قال ان هو عاده وليس ادمان. لا هو ادمان. هو طيب ده دلائل ده ايه؟ وهقول لحضرتك، احنا دايما عندنا مسطره بنقيس بيها الادمان. الادمان يعني اعتماد جسمي واعتماد نفسي ورغبه مستمره في الاستمرار في تعاطي الماده ديت، وحدوث اعراض الانسحاب في حاله ان انا اقلل الجرعه او اوقف الجرعه مره واحده. تلاقي اي واحد دخن سجاير ما ابتداش يدخن علبه مره واحده، ابتدى يدخن سجاره في الاول او يدخن سجارتين، صح؟ مع مرور الوقت والاستمرار في التعاطي ابتدى السجارتين دول يتحولوا لعلبه سجاير، صح ولا مش صح؟ مظبوط. فاذا كده بقى في اعتماد جسمي واعتماد نفسي، لما يبقى متضايق بيشرب سجاير، لما يكون قاعد في وسط اصحابه بيشرب سجاير، لما بيكون قاعد لوحده بيشرب سجاير، لما بيكون قاعد في وسط المجتمع بيشرب سجاير. فالادمان بقى اصبح عاده يوميه بيمارسها. لو جه يقلل الجرعات او يوقف مره واحده بيخش في حاجه اسمها وذرول، حاجه اسمها اعراض انسحاب، سواء جسمانيه او نفسيه. طب اعراض اسمها اعراض انسحاب. اعراض الانسحاب، اعراض انسحاب خروج النيكوتين من الجسم. ده بيبقى متعب شويه على الجسم. هو على حسب جرعاته في التدخين بقى له قد ايه بيدخن، وعلى حسب الدوز بتاعه. يعني ما تجيبش واحد بيدخن علبه سجاير بقى له سنه زي واحد بيدخن 3000 سجاير بقى له 10 سنين. طبيعي ان ده هيبقى تعبه اقل من اللي بيدخن 3 علب سجاير بقى له 10 سنين. يعني كل واحد على حسب جرعاته وعلى حسب المده الزمنيه. الحقيقه ان احنا عندنا مركز متخصص ده جوه مستشفيات جامعه عين شمس. ايوه. ده مركز اسمه مركز الطب النفسي، ده الصندوق او الخط الساخن بيتعاون معاه، بيستقبل حالات التدخين، الناس اللي عندها رغبه ان هي عايزه تطلع عن التدخين. التدخين بجميع انواعه بقى، تدخين السجاير، تدخين الشيشه. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، اللي عندها رغبه لازم يبقى عندها، بس نحط تحتها خطين عشان نرجع لموضوع الاراده والرغبه. مفيش سلوك بدون دافع. مفيش سلوك بدون دافع، ومفيش مريض تدخين او مريض ادمان هيجي لك يبطل من غير ما يبقى عنده رغبه وعنده دافع ان هو يبطل. بالبلدي كده حاجه اسمها جاب قاع. جاب قاع يعني حصلت له مشاكل سواء صحيه او جسمانيه او نفسيه او اجتماعيه بسبب التدخين. تلاقي اللي جاي عايز يبطل تدخين بقى عنده مشاكل في الصدر، بقى عنده مشاكل في القلب. جاب ايه؟ قاع. يعني جاب اخره. يعني ايه قاع؟ يعني انت ماشي بعربيه بس العربيه دي كانت ماشيه بباور، ومره واحده الباور ده وقع. فلازم بقى تروح تصلح. فتلاقي بقى عنده مشاكل صحيه، يعني عنده مشاكل جسديه، عنده مشاكل ماليه. تمام. فيجي لك المدخن ده، على فكره بس عايزين نقول وقت العياده عشان هو مخصص في يوم واحد طول الاسبوع في مستشفيات جامعه عين شمس، مركز الطب النفسي، من 1-4 كل يوم اثنين. من 1-4 كل يوم اثنين دي عياده مخصصه للاقلاع عن التدخين، وعلى فكره بالمجان تبع الخط الساخن لعلاج الادمان. تمام. احنا عايزين نقول برضو بعد اذنك كده عشان ما ننساش، وننزل الرقم بعد اذن الاساتذه استاذ محمود عبد الكافي، الخط الساخن. ننزل رقم الخط الساخن بعد اذنك حضرتك قوله. 160-23. تمام. ده رقم الخط الساخن لعلاج الادمان، علاج جميع حالات الادمان من المواد المخدره مجانا وفي سريه تامه، وبيعمل 24 ساعه على مدار العام كله. احنا عندنا حاجتين دلوقتي، الاراده والسريه التامه، هنجيلهم دلوقتي بس عندنا نكمل. المجانيه كمان. والمجانيه عظيم. المجانية. عظيم. نكمل بقى حضرتك. طيب احنا قلنا البدايه بس دخل، احنا قلنا اللي بيدخن ثلاث علب والكلام ده غير اللي بادئ. دخل طريق التدخين ازاي؟ عن طريق ان هو عايز يقلل. هنرجع للنقطه الاولى تاني. كويس. هو شاف حد، شاف النموذج عنده الموديل. شاف والده. بالزبط. شاف اخوه الكبير. بالظبط. شاف عمه بيدخن. انا جرب. فقال اجرب الادمان. الاعتماد على النيكوتين فيه شده ادمان. يعني النهارده مش من السهل اللي انت تبطل لوحدك. في ناس تقول لك انا بطلت لوحدي، انا عندي اراده، انا لقيت ان انا بصرف فلوس كتير قوي على التدخين، او لقيت ان انا عندي مشاكل صحيه، انا بطلت لوحدي. هنخش في الاراده دي بس بعد اذنك نكمل. تمام. كويس. انا لقيت نموذج. في حاجه تانية اعتقد دي اسباب ان انا اروح ادخن. اسباب شخصيه. في حاجه اسمها اسباب شخصيه. عندي مشاكل مشاكل اسريه. عندي غير المشاكل الاسريه والاجتماعيه، في حاجه اسمها عوامل متعلقه بالشخص المتعاطي. يعني في بعض الشخصيات القلوقه هي اللي بتلجا لتعاطي التدخين، وبعد كده تنقل على مخدرات، ادمان المواد المخدره. عنده قلق او يبقى عنده قلق واكتئاب. غالبا يبقى عنده قلق او اكتئاب. عظيم.
ليه؟ ان هو اكيد القلق والاكتئاب بسبب الظروف الخاصه. ليه بقى؟ ان هو بيمارس تمرين الاسترخاء بس بطريقه سلبيه. احنا في حاجه اسمها ريلاكسيشن تكنيك احنا بنستخدمه مع المرضى اللي هي بتبطل تدخين او بتبطل مواد مخدره، بيعمل حاجه اسمها تمرين الاسترخاء، حاجه اسمها تمرين تنفس. هو بيستخدم تمرين التنفس مع السيجاره بس بطريقه سلبيه او مع الشاي بس بطريقه سلبيه، بدل ما ياخد هواء نضيف يستنشقه ويخرجه، لا ده بياخد نيكوتين وبيخرجه. عندنا مجموعة عوامل متشابكة هي اللي ممكن تخلي أي حد يخش عالم تعاطي السجاير وبعد كده منها على الإدمان. بالمناسبة احنا كمان اكتشفنا من خلال البحث ان كل الحالات اللي بتتعاطى مواد مخدرة بتكون بالطبيعي ابتدت عن طريق السجاير، يبقى السجاير هي البوابة الملكية لدخول عالم التعاطي. قلنا برضو من الأسباب عشان نمشي مرتبين، قلنا القدوة، قلنا المشاكل النفسية أو الطبيعة النفسية، عوامل اجتماعية بقى. عوامل اجتماعية هنلاقي دور المراقبة داخل الأسرة قليل. خلاص في فلوس بتتاخد. معلش اقول لحضرتك حاجة، دور وطريقة المراقبة ممكن اكون براقب بس بطريقة غلط، خاني بالظبط، خاني غلط. الولد او خاني في حاجة اسمها الملاحظة بطريقة غير مباشرة، ان انا الاحظ تصرفات ابني وسلوكيات ابني بطريقة غير مباشرة. مش ان انا لازم اقول له انت بتشرب سجاير، لا انا بطريقه غير مباشره بلاحظ سلوكيات ابني، بشوف ايه التغيرات اللي ظهرت عليه. وكل واحد اضرب ابنه، في مثلا ابن بيجي بالقوه الاخطر، وفي واحد بيجي بالاحترام وبالراحه وبالكلام، واحد بيجي بالتجاهل وهكذا. حسب الشخصيه الاخطر ان النقله بتبقى سريعه من السجاير للحشيش او للبيره والخمور بتبقى سريعه، فانا لو اكتشفت من البدايه تصرفات ابني اللي ابتدت تتغير في وقت قصير هلحقه قبل ما يخش في عالم التعاطي. ايه هي التصرفات دي بقى؟ التصرفات احنا خلصنا دلوقتي التدخين، ايه اللي يخليني اروح ادخن؟ العوامل هي في مجموعه من العوامل بنقول ان لما بتبان على الشخص بنعرف ان هو دخل عالم التعاطي يا اولادي. اول حاجه التغيير في السلوك. تغيير في السلوك. احنا بنتكلم تدخين ومخدرات الاثنين مع بعض. بالظبط، تغيير في السلوك. يعني ايه تغيير في السلوك؟ لما الاحظ ان تصرفات ابني او بنتي، وبقول بنتي ان برضو دي من الفئات اللي دخلت عالم التدخين وعالم تعاطي المواد المخدره، لما الاقي ان هو ابتدى يحصل تدهور في الانشطه الحياتيه عموما. بمعنى ايه تدهور في الانشطه الحياتيه عموما؟ كان بيصحى بدري، ما بقاش يصحى بدري، بقى يصحى، بقى ينام طول النهار ويصحى طول الليل، بقى يطلب فلوس كتير قوي، درجاته في المدرسه قلت قوي، انتظامه في الذهاب للعمل قل قوي، تمام، صحابه اتغيروا وظهروا صحاب جداد، دايما قاعد لوحده، ما بيحضرش اي انشطه اجتماعيه، في تدهور عام حصل في انشطه حياته، دايما لابس فلينات مثلا طويل عشان لو هو بياخد مثلا حقن هيروين ولا حاجه ما يبانش دراعاته، دايما بيسهر طول الليل، عايش في وحده، انطوائي، مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز حد يشوفه عشان ما يبانش عليه تاثير المخدرات. الحقيقه ان في بعض الاسر بتكتشف حالات التعاطي في الفتره القريبه ديت اللي ابتدت التغيرات تظهر عليه، وبعض الاسر تقول لك لا يعني هو طول الشباب ومجرد التجاهل عندهم مستمر، ده حاجه اسمها تبرير، هم بيبرروا ان هم يعني ايه لا ابننا كويس مش مصدق. بس بالظبط كده. بعد فتره من التدهور في الانشطه الاجتماعيه والحياتيه ديت يحصل بقى ان هو دخل لقاع عالم الادمان. خلاص حياته ما بقتش تنتظم من غير ما هو ياخد الماده المخدره اللي هو معتمد عليها. يعني اصبح مريض ادمان. هنا الاسر بقى بتتعامل مع الحالات بطريقه سلبيه، لا اما التوبيخ، تبتدي تضرب وتزعق، بيخاف من الفضيحه، بيخاف ان يتعرف الموضوع، ما هنا الاسر تبتدي تتعامل مع الموضوع بطريقه سلبيه، لا اما تداري خالص على الموضوع وتقول احنا ما عندناش حد بياخد مخدرات، ابننا كويس، مرحله وهتعدي، بس هو كان ظرف استثنائي، او الزعيق والعصبيه والتعامل بعدوان مع الاثنين غلط. بالظبط كده. الطريقه الوحيده اللي انت حضرتك تروح لمتخصصين في علاج الادمان زي صندوق مكافحه علاج الادمان، هتقابل حاجه اسمها فريق عمل. الحقيقه ان انا مش بعالج لوحدي، انا ومعايا فريق من الزملاء بيعالجوا سواء في مجال التدخين او سواء في مجال علاج الادمان. الحقيقه ان مجال علاج الادمان بيمر بمراحل، يعني في حاجه اسمها مراحل اعراض الانسحاب، ودي برده موجوده في التدخين. حاجه اسمها اعراض الانسحاب ان هي خروج الماده المخدره من الجسم، ودي بتبقى اسهل حاجه في علاج الادمان، من 3 ايام ل 10 ايام بكتير قوي. ده اول مرحله. اول مرحله. عظيم، خروج الماده المخدره من الجسم. بالظبط. احنا هنتكلم في الحاجتين، تدخين وادمان. انا ماشي بالتوازي مع تدخين وادمان، الاثنين بيمشوا في سكه واحده. اتفضل. فهنا الاهل لما يجيبوا لك مريض يقول لك انا خلاص، يعني مجرد ان هو عمل اعراض الانسحاب مجرد ان هو كده خف، لا يا جماعه. الادمان مش في الجسم، الادمان في العقل. الادمان في طريقه التفكير. هكمل هنا في نقطه مهمه معاك، اني اعرف ناس يعني اقلع عن التدخين سنه وسنتين ورجعوا تاني. ما دي المشكله بقى اللي بتاكد كلام حضرتك، يعني دي حاجه اسمها الريلابس، حاجه اسمها الانتكاسه. اه الانتكاسه كمان احنا بنعمل لهم من ضمن
خطوات البرنامج حاجه اسمها برنامج حمايه من الانتكاس. انا لما ابقى عارف ان انا ماشي في طريق مسافر بعربيتي وعارف ان انا عربيتي دي البنزين بتاعي هيجي في وقت معين يقل, يبقى انا لازم يكون معايا الوقود اللي يخليني اكمل السفريه بتاعتي. عظيم. ما هو طريق العلاج ده سفريه, عشان توصل لنهايه السفريه بتاعتك دي لازم يكون معاك اسلحه دفاعيه تدافع بيها عن نفسك. عشان كده في حاجه اسمها محاذير. وانت بتيجي تبطل في حاجه, وانت اي حد بيجي لنا عايز يبطل وعايز يستمر في التبطيل, ان في فرق بين الامتناع عن الماده المخدره او السجاير والتبطيل. الممتنع ده ممكن يمتنع شهر سنه, لكن اللي عايز يبطل ده راسم خطه لحياته ان هو يبطل نهائي, تغيير في نظام حياته. اللي عايز يبطل ويستمر في التبطيل بيمشي برنامج, جزء من البرنامج ده حاجه اسمها برنامج حمايه لمنعه من العوده للتعاطي مره اخرى سواء في تدخين او في مواد مخدره. يعني لما بنقول له انت دلوقتي عشان تبطل تدخين ما ينفعش تقعد وسط مدخنين, القاعده دي يمشي عليها يوم ولا يمشي عليها طول العمر؟ يمشي عليها طول العمر. صح. لو هو عايز يبطل بجد لما نقول له ما تحضرش مناسبات اجتماعيه فيها مواد مخدره يمشي عليها يوم ولا يمشي عليها؟ دي الحاجات اللي فيها ارتباط شرطي بالموضوع, الكونديشن الارتباطات الشرطيه. بالظبط كده. فاحنا بنعمل له حاجه اسمها احلال للارتباطات الشرطيه. في حاجه هنا مهمه برضو استاذنا, بعد اذن حضرتك, بيبقى في ارتباط شرطي مثلا كوبايه شاي يبقى جنبها سجاره, مسجار كل يقول لك احبس بسجارة او شيشه او الكلام ده, ربنا يعافينا جميعا. تمام. كويس. طب هتعملوا ايه في الحاجات هنا دي؟ بقى احلال الارتباطات عن طريق ان انت بتحط له ارتباطات بديله. ممكن بدل ما بيصحى الصبح يشرب فنجان القهوه ويمسك السجاره ويقرا الجورنال, لا يصحى الصبح ينزل يلعب رياضه, يروح يلعب جيم, بدل ما كان متعود ان في علبه سجاير في جيبه لا هنخلي في مثلا في ملبس في جيبه او في سداني في جيبه. بقى اعمل ارتباط بديل. بس اهم ما في الموضوع, في ناس قال لك امسك المسواك يعني مثلا, يبقى انت بتحط ارتباط بديل. ايا كان الارتباط بديل, بس اهم ما في الموضوع هو رغبتك ودوافعك نحو التبطيل. ان انت لو ما عندكش رغبه وعندك دوافع مستمره للتبطيل مش هتبطل, سواء في التدخين او في المواد المخدره. هو ده اهم حاجه في الموضوع, الرغبه والاستمرار في التبطيل. ان في ناس فاكره ان التبطيل مجرد اعراض انسحاب, مجرد اللي انت احنا قلنا الفتره بتاعت 3 ايام 10 ايام الماده المخدره, بعدها بيبقى مرحله, بعد كده حاجه اسمها مرحله السايكوثيرابي بالعلاج النفسي. العلاج النفسي بيجي لنا بقى المريض سواء في حاله التدخين او في حاله ادمان المواد المخدره, بنبتدي نعرف الاسباب اللي دخلته عالم التدخين او الاسباب اللي دخلته عالم التعاطي. وكل مريض يتعمل له برنامج تفصيلي عشان يفضل مستمر في التعافي. يعني مش برنامج واحد بيطبق على كل المرضى, لا, على حسب حاله المريض بيطبق له المناسب المريض. بس في خطوط عامه ماشيين عليها, ان احنا ماشيين برنامج اسمه برنامج سلوكي معرفي. يعني ايه سلوكي ويعني معرفي؟ سلوكي يعني بنغير وبنعدل من السلوكيات بتاعته, معرفي يعني بنغير من المفاهيم والمعتقدات اللي مرتبطه في دماغه. حتى لو كان الشخص ده واصل لمرحله علميه ثقافيه معينه, احنا الادمان يعني مش شرط يكون حد تعليمه قليل او ثقافته قليله. يعني ادمان المخدرات مش مرتبط بفئه ولا مرتبط بثقافه تعليميه. هو مساله تغيير الفكر دي, ما هي صعبه برضو لحد يعني وصل لمرحله ما من الفكر والعلم والثقافه ان هو يستجيب, ولا ايه راي حضرتك؟ ما هنا بقى انت بتلعب على حته اسمها المشاعر وحاجه اسمها الافكار وحاجه اسمها الاحاسيس. يعني هو مثلا السجاره مرتبطه معاه بريلاكسيشن, يقول لك انا احب اشرب سيجاره في ساعه العصر, بهدي نفسي كده. خلاص. لا, احنا هنعلمك تكنيك بديل ان انت لما تبقى متضايق تعمله من غير تدخين. زي ايه مثلا؟ زي حاجه اسمها تمرين التنفس. اللي انت بتعلمه ازاي ياخد نفس عميق ويخرجه في مكان هادي بطريقه معينه في وقت معين في حته معينه. انت كده عملت حاجه اسمها ارتباط عكسي غيرت الارتباط القديم بتاع التدخين, وعلمته مهاره جديده. وعلى المدى البعيد هو بيتعلم مهارات جديده, ان هو حتى لما يقع في مشكله ما يكونش الحل بالنسبه له التدخين. ان لما يغضب ما يكونش بالحل بالتالي بالنسبه له التدخين. دي حاجه اسمها المهارات الحياتيه. مريض التدخين او مريض الادمان لو ما اتعلمش مهارات حياتيه من خلال البرنامج بتاع الخط الساخن مش هيبطل. ليه؟ انت النهارده وقع في مشكله مثلا معينه او حصلت حاله وفاه, اول حاجه يقرب لها ايه؟ لا اما السجاره لا اما المواد المخدره. تمام. احنا بنعلمه بقى شوف ايه البديل هنا بالظبط. بتعرضوا عليهم صور مثلا لرئه مدخن عندنا حتى احنا صور ممكن نعرضها, او بيشوف شكل الرئتين عاملين ازاي, شكل جسمه من جوه عامل ازاي. حضرتك متصور ان المدخن مش عارف ايه الاضرار بتاعه التدخين؟ هو عارف, هو عارف كل الاضرار الجسديه والنفسيه والصحيه. دي صوره اعتقد رئه عاديه سليمه. تمام كويس. يعني هنشوف مثلا اثر التدخين لو تغيرت الصوره معانا. يعني في فرق طبعا. اكيد هيكون في فرق. يعني حتى وفي حد كان بيشبه المساله ان لسه مدخن بقاله فتره قليله, لو تشوف القهوه لما تقع على
البلاطه والسيراميك الشكل ده بيبقى ده لسه الجديد. ايوه صح. كويس. الصور دي تؤثر نفسيا بالسلب ولا بالايجاب؟ احنا جزء من البرنامج بتاعنا برضو اللي احنا بنشتغل بيه في علاج الادمان، ان برضو في واحده متخصصه في علاج التدخين اللي انت بتوري له القاع بتاعه، ان انت لو فضلت مستمر في تعاطيك للمخدرات هتقع في ثلاث حتت، لا اما هتموت بجرعه زايده بسبب المخدرات، لا اما هتتسجن بسبب المخدرات. اه طبعا. لا اما هتسجن بسبب المخدرات، لا اما تخش في مرض عقلي. طيب احتماليه ان الواحد يفضل يدخن وما عندوش مشاكل صحيه لغايه الفتره اللي هو فيها، ايه اللي يحصل على اللونج تايم على المدى البعيد؟ امراض قلب، امراض صدر، خلاص مشاكل صحيه، عدم القدره للذهاب للعمل، حاجات كتير جدا يعني. كمان في التحذيرات اللي موجوده على علبه السجاير نفسها، التدخين يؤدي الى الوفاه، وصور بشعه جدا بالزبط. فبتلاقي الناس حاطه، تمام، بتلاقي الناس حاطه كفر عليها كده، غطى عليها علشان ما تشوفهاش. هو هنا شايف المثير الحسي، ان عارف هنا التدخين عارف ان هو هيموت. انا شايف ان دي اثرها سلبي مش ايجابي. هي ما جابتش نتيجه ايجابيه قوي، على قد ما انت تقول له انت لو فضلت مستمر كمان 10 سنين ايه اللي هيحصل؟ ما هي شركات التدخين اعتقد بتعملها ارضاء لوزاره الصحه بالظبط، وبتنزلها. وهو اصلا المفروض، انا وجهه نظري بصراحه يعني، تجريم وتحريم التدخين. انا شايف كده، واعتقد ان ده هيأثر كتير، لان حتى غلوا السجاير جامد، وبرضه الناس بتعطى ليه ان انت مالكش السبب. سبب التدخين او سبب الدخول في عالم الادمان عوامل شخصيه في الاساس. شخص عنده مشاكل بين شخصيه بينه وبين نفسه، عنده مشاكل على المستوى النفسي سواء قلق او اكتئاب، لو انت عالجته من الحاجات ديت هو الطبيعي الضغوط اللي عنده هتقل، فالطبيعي ان هو يبعد عن المخدرات. طيب استاذنك عن التدخين. الخط الساخن احنا بنتصل بيه ونعمل تجربه كده نشوف الموضوع. احنا دلوقتي بنتصل بالخط الساخن. ايوه يا فندم، الخط الساخن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، الخط الساخن، اتفضل. حضرتك، انا بس عندي مشكله لاخويا الصغير، في حاسس بتغيرات عليه كده وشاكك ان هو ممكن يكون متعاطي لمخدرات او سجاير. ف انا يا فندم عايز حضرتك ترشديني بس ان انا ممكن اعمل ايه. عنده كام سنه يا فندم؟ عنده تقريبا 14. شاكك فيه بقى له قد ايه؟ هو حضرتك يعني تقريبا من 3 شهور لاحظت عليه تغيرات كده و يعني قلقان، فانا حد ارشدني على موضوع الخط الساخن. هو بياخد ايه يا فندم؟ نعم يا فندم. شاكك ان هو بياخد ايه؟ لا بجد انا مش عارف، بس انا يعني حاسس كده ان هو يعني في تغيرات في حياته، بيصحى متاخر، بقى عصبي زياده عن اللزوم، حافظ ايه كسل، كان بيمارس رياضه بطل، حافظ ايه يا فندم؟ صحيح. ممكن بس ترشدينا بايه يا فندم؟ انا بقول لحضرتك محافظه ايه؟ محافظه القاهره. عرفت رقمنا منين يا فندم؟ نعم انا المعادي. عرفت رقمنا منين يا فندم؟ في زميل ليا قال لي الرقم بتاعك، الخط الساخن مجلس الوزراء. تمام. بصي يا فندم، طيب هو بيبقى عصبي، بينام يعني طول الليل صاحي، واليوم كله الصبح بيبقى نايم. ايوه. بيبقى فيه بيطلب فلوس كتير. تمام. صاحب على ناس جداد على طول الاكل يعني محمره. تمام. طب لو حضرتك الحاجات دي بتنطبق على اللي عندي عامل ايه يعني؟ بصي يا فندم، لو الحاجات دي بتنطبق على اللي عندك، احنا دلوقتي برضو لسه برضو مش متاكدين، ما نقدرش نكذب. تمام. هو بيتعاطى ولا انا وانا كمان خايف ان انا اواجهه. الحاجه الوحيده اللي هتقدر تخلينا ان هو يعني المساله تيجي بنتيجه عكسيه، نعمله تحليل. تمام. يا اما انت ممكن تكلمه، تاخده يعني على جنب، يكون هو في وقت في رايق، وتحكي معاه وتصرحه، تقول له انا حاسس ان انت متغير. تمام. ان انت ما بقتش تهمل. تمام يا فندم. رياضه. معلش هستنى حضرتك، تعالى صوتك شويه بس. بقول لحضرتك ممكن حضرتك تقول له ان انت تاخده يعني على وقت يكون هو فيه رايق. تمام. تقول له ان انت بقيت تهمل دروسك، ما تروحش الرياضه، كنت بتلعب رياضه ما كنت بقيت بطلتها، شايف ان انت جسمك خاسس، في ايه، في حاجه مضايقاك. تمام. ايه تاني، ايه تاني ممكن اعمله؟ معلش انا اسف انا ازعجت حضرتك. نعم. يا فندم. ايه تاني ممكن اعمله حضرتك؟ ما انا بقول لحضرتك لو ما نفعش مع الاسلوب دوت، ان هو ان انت تصرفه او ان انت تكلمه وهو يقول لك الحقيقه، ابسط حاجه ممكن اديها لك ان انت تروح تعمله تحليل، في تحليل بسيط هتجيبه من الصيدليه اسمه تحليل مخدرات، شبه تحليل الحمل كده بالظبط. هتعمله انت في البيت، هو الصيدلي اللي هناك هيقولك يتعمل ازاي والنتيجه هتطلع بوزيتيف او نيجاتيف ازاي. تمام. هو تحليل بسيط هتعمله في البيت، لو اتاكد هتتصل بينا، هنديك اقرب عنوان مستشفى. تمام. بنتعالج فيها، يبقى فيها العلاج بالمجان والسريه تمام. يا فندم بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك جدا. العفو يا فندم. الخطوه بتاعها 24 ساعه على اي سيستم، علاج بالمجان والسريه تمام. اشكرك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك.
انا بس حبيت اخلي الموضوع ريل يعني مسألة. لا ما شاء الله. طب ما شاء الله انا بحييكم جدا. ربنا يخليك. ده كان فعلا اتصال غير مسبق وصراحه يعني قليل من الجهات الحكوميه اكلم بمنتهى الامانه المجانيه اللي بترد وتبقى في الناس دي مدربه مؤهله ودراسات عليا ماجستير ودكتوراه وقاعدين على خط التليفون وهم كمان اللي بيتابعوا الحالات وهم اللي بيعملوا لها برنامج يعني حضرتك بترشدك. طب هو دلوقتي مش عايزين نجزم ان هو دخل الدايره دي طب ممكن نعمل تحليل طب ممكن تتكلم مع بيديك امل كمان ان هو عندنا اه ده نموذج ربنا عارفين على الشمال رئه سليمه على اليمين رئه مصابه اعتقد لمدخن شره تمام فدي برضو من الصور اللي ممكن حضرتك لو في توجيه من خلالها تقول لنا عليه هو لو حد عنده مشكله مع التدخين ومش قادر يبطل وحاول يبطل قبل كده ورجع عندك عياده علاج الاطلاع عن التدخين دي موجوده في مستشفيات جامعه عين شمس مركز الطب النفسي يوم الاثنين من كل اسبوع من الساعه 1 لغايه الساعه 4 اللي لك فيها على حساب الصندوق ما تدفعش اي تكاليف ومجانا وفي سريه تامه برضه حضرتك بادئ مع المكان من اول ما بدا ولا حديث فيه ولا انا بقى لي 14 سنه شغال ما شاء الله طب اصعب الحالات اللي واجهتك ايه اللي هي ممكن تكون اثرت فيك قوي حالات كتيره يعني نموذج لو قدرت كده لو ذاكرتك تجيب لما يجي لي مثلا حد من الصم والبكم ما بعرفش اتواصل معاه بقى ان انا اديله الخدمه العلاجيه اللي انا اقدر اوصلها له يعني جاي لك حد اصم وابكم مدمن طبعا وحالات طبعا الاتش اي في الناس اللي عندها فيروس الايدز مع ادمان المواد المخدره دي بتبقى جالك ياس شويه يعني ما دي من المدار اللي بتيجي على الحقن والكلام ده والعياذ بالله ممكن تنقل بتبص في الامل تقول له لا يعني دلوقتي فيروس الايدز انت ممكن تتعايش بيه وفي جهه كمان محترمه برضو خاصه بعلاج الايدز يبقى يكون في تعاون بيننا وما بينهم بحيث ان المريض دوت يعني يتعافى من مرض الادمان ويتعايش مع مرض الايدز. دور التربيه والتنشئه الدينيه الصحيحه في مساله ان الشاب يبتعد عن المجال ده اصلا دي نقطه مهمه جدا. البيت هو احنا بنخرج منين؟ من البيت صح؟ البيت ده لو قوامه سليم انت بتخرج للمجتمع بشكل سليم، حتى لو في احداث بره البيت بتاثر فيك سواء مدرسه او نادي او بس انت عندك الاساس الاساس اللي هو مبني على مبدا ايه؟ الحلال والحرام، الصح والغلط، الثواب والعقاب. الحقيقه ان هنا دور الاب مهم جدا، دور الام مهم جدا، دور المدرسه مهم جدا، دور الجامع ودور الكنيسه مهمين جدا، هي مجموعه عوامل كلها متشابكه ومترابطه مع بعض، بس الاساس هو البيت. لو الاب في البيت بيصلي ومنتظم في صلواته وبيعلم ولاده الحلال والحرام والصح من الغلط وفي تربيه ماشيه على مبدا الثواب والعقاب مش ماشيه على مبدا السلبيه او اللامبالاه او التمييز في المعامله بين الابناء او هيطلع عندك ماشي ما هي ان شاء الله مش هيبقى عنده مشكله مع التدخين. اخر سؤال ليا وسعيد باللقاء مع حضرتك جدا اكيد مش لوحدكم هتغيروا المجتمع كله طبعا. فاكيد في دور للناس العاديين انا ركبت مع سواق تاكسي مثلا بيشرب سجاير تقول للناس دي ايه يوجهوا الناس ازاي المدخل للكلام مع المدخن ايه انا انسان عادي زيه وعايز انصحه بس انصحه صح جرب يعني زي ما جربت التعاطي السجاير او المخدرات جرب اللي انت بطل هي السجاير هتخلص من البلد المخدرات هتخلص جرب اللي انت بطل ادي لنفسك فرصه ريست كده هي في حاجه انا باخدها بسيطه جدا مساله ان انا بحسبها له يعني اقل علبه سجاير دلوقتي المتوسط يعني تقريبا 15 او 20 جنيه او حاجه زي كده هنتكلم في 10 جنيه يعني اللي هو القليل خالص بيشرب علبه في اليوم في 10 ب 300 جنيه في الشهر تقريبا 300 في تقريبا 12 شهر ب 3600 بقى لك كام سنه مدخن 10 سنين 36000 يعني ممكن تدفع مقدم عربيه تاكسي مثلا تبقى صاحب عربيه تاكسي دي الطريقه الحسابيه بند واحد دي الطريقه الحسابيه بس انا يعني انت وانت راكب تاكسي او انت راكب مواصلات او انت بتعمل مع الناس بره مش هتبقى فاضيه لكن لما بيجي لك بقى بتقعد تعمل معاه جلسه بتحصل لك اكيد طبعا خسائر على المستوى النفسي على المستوى الصحي على المستوى الجسدي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاسري بتحسب له كل خسائر منها كمان الجانب المادي وعلى فكره في ناس ما يفرقش معاها الجانب المادي يفرق معاها الجانب الصحي نعم كل واحد حسب القاعده مين المدخل بتاعه كل واحد حسب القاعده بشكر حضرتك جدا استاذ تامر حسني اخصائي علاج الادمان بالخط الساخن بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي شكرا يا فندم ان شاء الله تشرفنا كده باذن الله وربنا ينفع بيك دائما وابدا يا رب يلا دعونا نتابع تقرير جميل عن الزهور ونعود اليكم ان شاء الله مع فريق اي دايف تريب لانقاذ المخلوقات البحريه انتظرونا فانتشر كعطر في الدنيا وعلى مد البصر أنارا أه
المشتل مكان مخصص لإنتاج ورعاية النباتات بكل أنواعها، فمنها نباتات الزينة وغيرها كأشجار الفاكهة والخضار. وبالتعمق في الجزء المخصص لنباتات الزينة تكتشف أنه عالم يستحق منك دراسته وبدقة. كلمة مشتل دي مشتقة من كلمة شتلة، وكلمة شتلة ديت جاية أو تعبر عن النبتة الصغيرة واللي بيتعامل فيها المزارعون في مجالين، مجال نباتات الزينة اللي هو تخصصنا إحنا، وفي مجال الخضر والفاكهة. هكلمكم النهاردة عن تخصصنا في مجال نبات الزينة، واللي بينقسم لجزئين، في نباتات خارجية بتعمل في ضوء الشمس الطبيعي، وفي نباتات داخلية اللي هي بتعمل داخل الصوب، ماشي، اللي هو تخصصنا وهنتحدث معاكم إن شاء الله عنه النهاردة. اولا كلمه صوبه ديت معناها علميا او المصطلح العلمي ليها البيت الزجاجي او البيوت الخضراء، وديت عباره عن مكان يغطى بالزجاج او البلاستيك بيتم فيه توفير مكان او جو من الاضاءه والحراره العاليه شويه بيحتاجها بعض النباتات اللي بتحتاج لجو خاص ورعايه خاصه من الحراره والاضاءه. تمام، احنا النهارده بنتكلم عن النباتات الداخليه اللي بتتم داخل الصوبه الزجاجيه. تمام، عندنا مجموعة كبيرة جدا من النباتات، في عندنا حاجة اسمها البوتس، حاجة اسمها السانجونيوم، الدفندخيا تروبيك، الكروتان، وهكذا. يمر العمل بالمشاتل بمجموعة من المراحل المتسلسلة، سواء في أسلوب الرعاية أو طريقة تكاثر النبات وتنميته. دور المشتل في رعاية الشتلات حضرتك، احنا مثلا لو كان تكاثر بالعقلة مثلا على سبيل المثال، نبدا مثلا ان احنا نقسم الاول الباكيه او الحوض اللي احنا هنزرع فيه، بعد كده مثلا بنعبي القصريه او الكيس او كيس هنزرع فيه. العقله دي مثلا ممكن نستخدم معاها منشطات جذريه لاسراع التنبيت. ممكن مثلا لو العقله دي اتزرعت في شهر 2 مثلا او في شهر 3 ولسه الجو مثلا ساقعه، ممكن نستخدم معاها نظام حضانه اللي هي بتبقى عباره عن بلاستيك بنغطي بيه العقلة دي عشان نسخن الجو على العقلة. ممكن ان احنا نستخدم مثلا الري بالضباب اللي مثلا تبقى يعني ميه ناعمه مثلا نازله على الزرع عشان تزود الرطوبه اللي حوالين العقلة دي، او النشطات الجذريه طبعا. وبمعدات يبدو عليها البساطه يبدا العاملون بمشاتل الزينه في وضع اللمسات ليقدموا نموذجا فنيا من الطبيعه النباتيه. الأدوات اللي أنا محتاجها طبعا بحتاج فأس، محتاج مقطف، محتاج براويطة، محتاج مقص عقلة، بحتاج الأصاري طبعا والأكياس، بحتاج رمز، بحتاج طمية، بحتاج سباخ بلدي في المرحلة اللي بعد إنشاء الجذور، مرحلة التدوير اللي الإخوة اللي ورا بيبدأوا فيها دي دلوقتي حاليا، اللي هي تدوير ما بينقل العود مثلا اللي بيشتغل من كيس لأصرية مثلا كبيرة، أو من أصرية مثلا مقاس 8 سنتي لأصرية مثلا 14 سنتي زي اللي أمامنا دلوقتي. ويظل رغم توافر أنواع كثيرة من النباتات داخل المشاتل، إلا أن هناك أنواعا تعتبر الأكثر شهرة والأكثر طلبا بسوق النباتات. بالنسبة للنباتات دي بترجع حسب ذوق العميل او الزبون اللي هيزرع الحاجه دي عنده. في نباتات بتبقى اساسيه في المشتل مثلا زي مثلا الدرانتا الليموني، زي الزناريا، زي الهيبسكس، زي الفيكس الناتا ده اللي هو قدام حضرتك ده. وفي مثلا عميل بيجي عايز حاجه معينه لذوق معين هو بيختاره، فدي بترجع للذوق بتاع العميل. بس انا كمشتل لابد يعني تكون اغلب الاصناف موجوده عندي، سواء كانت عليها طلب جامد أو طلب قليل سنة. إمكانيات بسيطة وأسلوب محدد في رعاية النباتات، وبعض المعدات يستخدمها أصحاب الخبرة من العاملين في المكان مع طبيعة نباتات الزينة. هذا هو ما تحتاجه لتتعرف على عالم المشاتل الجذاب.
فانتشر كعطر في الدنيا وعلى مد البصر أنا. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا التقرير الجميل. زهور كانت في التقرير ومعانا زهور في الاستوديو أيضا. عالم البحار مليء بالعديد والعديد من الأسرار، مخلوقات مختلفة أبدعها المولى سبحانه وتعالى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، والعلم عند الله. لكن من المؤكد أن الإنسان يعرض تلك المخلوقات للخطر بأسلوبه الخاطئ في التعامل معها. النهاردة معانا في المنتصف فريق مصري يسعى للمحافظة على المخلوقات البحرية والتعامل معها بالشكل الأمثل. هنتعرف على نشاط الفريق ده من خلال ضيفنا الدكتور عبد الرحمن المكاوي، مؤسس فريق اي دايف ترايب لانقاذ المخلوقات البحريه. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، منورنا. تشرف لي. معانا كمان الاستاذ محمد عبد اللطيف عضو مؤسس، اهلا بيك فندم، منورنا برضو على فكره. شكرا. يعني هو منورنا وانت منورنا. سريعا كده، انت بادئ الموضوع ده من امتى وبداته ازاي؟ اصل هو تخصص غريب شويه، والفريق ده اتعمل امتى وازاي؟ هو انا طبيب اسنان، مدرسة كلية طب الأسنان. حلمي من زمان إن إحنا نعمل حاجة زي كده، إن إحنا الموضوع ده إحنا مش أول حد نعمله. في مثلا سي شيبرد وفي جرين بيس، في ناس كتير جدا عمل الموضوع ده، ولكن هو الجديد إن إحنا بنعمله من خلال تخصصاتنا المختلفة. يعني على سبيل المثال الفريق بتاعنا هتلاقي فيه المهندس، هتلاقي فيه يعني الطبيب. أنت بتعالج أسنان السمك يعني؟ لا ما أقصدش. أنا آسف. لا لا ما أنا فاهم قصدي. لا يعني علمي من طب الأسنان، العلم اللي اتعلمته من طب الأسنان، المنظومة بتاعة طب الأسنان كان سبب من الاسباب اللي طلعنا بيها بالفكره دي. يعني ممكن يبقى سؤال ثاني شويه بس مدخل كويس على فكره. احنا عندنا مثلا في القسم بيبقى فيه المعيد والمدرس المساعد ورئيس القسم وعميد الكليه، التيم ورك. على سبيل المثال كان في مشروع المشاريع اللي احنا عملناها اللي هو المجسمات تحت الميه، وصلنا للتركيبه بحته معلومه صغيره كانت عندنا من الدنتال ماتيريال في طب الاسنان. عظيم. بنتعلم ان مفيش خلاص الفرعون الاوحد في العلم المتخصص الوحيد اللي بيعمل كل حاجه، لا احنا محتاجين تخصصات مختلفه. فريق العمل، فريق عمل متخصصات مختلفه عشان يعمل حاجه صغيره واحده بس. طيب إيه هنعرف ايه هي التخصصات كويس، بس بعد ما نروح للاستاذ محمد عبد اللطيف ونساله بقالك كام سنه في الموضوع ده؟ شكلك احدث من الدكتور طبعا. وايه اللي جذبك لموضوع الانقاذ البحري او الكائنات البحريه؟ هو اصلا اللي علمني غطس في الاول هو دكتور عبد الرحمن. كويس. انت قريب ولا حاجه ولا لا خالص؟ تمام. اصحاب عادي جدا. ابتدينا في الاول ان احنا بنغطس عادي، ما كان يعني كان اهتمامنا كغطس ان احنا نغطس زي اي حد. وبعد كده جت فكره ان احنا ليه ما نخلطش بين تخصصاتنا مع الغطس، نفيد فيه الغطس. فكانت اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا الكائنات البحريه يعني مش كتير من الناس تعرف ايه اهتماماتها وايه اهميتها في البحر. فحاولنا ان احنا نعمل كذا كذا مشروع مختلف، من ضمنهم اللي هو انقاذ الكائنات البحريه. انقاذ حاجه زي السلحفه شيء مهم جدا هنتكلم عليها معانا الفيديو بتاعها هنتكلم عليها. يعني انت اللي شدك الاول الغطس كهوايه؟ كهوايه. وبعد كده كانت مدخل لانقاذ الكائنات البحريه. الكائنات البحريه بالظبط. عظيم جدا. الرساله اكيد رساله راقية جدا وسامية جدا، انك انت في كائن بحري. الانسان للاسف الشديد لو سابه في حاله، لو ساب اي حاجة طبيعية في حالها هتعيش وحياتها الطبيعية. الانسان بيأثر ازاي بالسلب، ودور حضراتكم في مسألة الانقاذ وتوعية الناس ده؟ واحنا خلينا نقولها بشكل مختلف. هنتكلم في التخصصات انا فاكر. تمام. لو مثلا لو قلنا الاكسجين اللي احنا بنتنفسه ده مصدره منين؟ كلنا عارفين من ابتدائي ان مصدره من الشجر. ولكن الحقيقه اللي غايب عن الناس كتير ان حوالي 70% او 75% من الاكسجين اللي بنتنفسه جاي من البحر. تاني كده معلش، عشان دي برضو معلومه جديده عليا انا. احنا نعرف من ابتدائي ايوه النبات الشجر بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيطلع الاكسجين. فده ده بيجدد لنا، ده المصدر الوحيد لتجديد مصدر الاكسجين. عظيم. ولكن الواقع او الحقيقه ان 70% لو احنا فكرنا الارض 70% منها ميه، اكثر 70% منها ميه، والباقي بالظبط والباقي ارض. جزء من الارض ده اللي بيطلع منه اللي فيه شجر مش هيكمل 10% من مساحه الارض. الواقع ان احنا عندنا في البحر في كائن اسمه فايتوبلانكتون، ده حاجه صغيره قوي، دي بتعمل نفس سلوك الشجر على الارض، بتستهلك ثاني اكسيد الكربون وبتطلع اكسجين. فاحنا حياتنا معتمده على البحر. خلينا نقول سؤال تاني، الشعب المرجانيه متوقع من 30 لل 70 سنه الجايه انها كل شعب مرجانيه في العالم تموت الا اللي في البحر الاحمر وخليج العقبه. اشمعنى؟ عشان ارتفاع درجه الحراره بتاعت الارض.
ارتفاع درجه حراره الارض والميه. يعني السنه دي مثلا في البحر وصل درجه حراره الميه ل 30 درجه. طب وليه خليج العقبه والبحر الاحمر تحديدا؟ علشان في صنفين، في نوعين من الكائنات كائنات اللي هو زينسوسيلي، نوعين من انواع الكائنات البحريه اللي بتعيش جوه، البكتيريا اللي بتعيش جوه الكورز، جوه الشعب المرجانيه، تستحمل درجه الحراره. تيجي نشوف كده حاجه عمليه لانقاذ سلحفاه انتوا عاملينها، ربنا يجزيكم كل خير. تعالوا نبص كده مع الاستاذ محمود على الفيديو الجميل ده. ايه بقى، احكي لنا كده، اشرح لنا ايه اللي بيحصل. هو السلاحف دي ليها دور بقى ليها دور رئيسي في حمايه. انتوا مطلعينها بره وبتعملوا لها عمليه؟ احنا مش شايفين ده حضرتك ده؟ انا مش شايف. حضرتك شايف؟ اه موجود، هي هتنزل معانا. دي كان في بقها، دي السلحفاه دي كان في بقها هوك، ده شكل الاكس راي بتاعت الهوك. ده بنقطع الهوك ماسكينه من ناحيتين بفرصه عشان نعرف نشوفه. ولقيتوها ازاي دي؟ دي جالنا احنا عندنا فرق، في فرقه في بورسعيد بقياده الدكتور محمد اسماعيل. بلغنا ان عنده سلحفاه بقها فوق هوك، فروحنا اخدنا. بص الهوك وهو بيطلع، صح. بص طالع من ورا عينيها، بص حجمه قد ايه. ده جلب ده بيصطادوا بيه تقريبا قرش او حاجه. دلوقتي هتشوف مقارنه الحجم وحجم صباعه. فدكتور محمد اسماعيل اتصل بينا وقال لنا ان عنده واحده في فوقها هوك، رحنا خدناها منه بالليل وشلنا منها الهوك وسبناها 3 ايام تحت الرعايه تاخد مضاد حيوي لحد ما تخف يعني. ده مش باين حجمه، احنا كنا حطينا صباع طب خلاص. دلوقتي ده التاج بتاعها. بعد ما السلحفاه بتتعالج، لما بننزلها الميه مره ثانيه بنعمل لها تاج على ايديها اليمين وايديها الشمال عشان نعرف نفرقهم بعدين. لو تشيك كان علاجها قبل كده نتابع بالظبط، نعرف نتابع. لو جت في سكتكم يعني بعد كده باي حاجه يبقى في فايل ليها معروف دي كان عندها ايه وتعمل لها ايه. وده بكر مدني، واحد من الفريق بتاعنا، مدير مركز غصب في دهب، وكان معانا في انقاذ. دي اول سلحفاه، دي فرحه صح؟ دي اول سلحفاه من السلاحف دي كنا لقيناها في السلحفاه دي كنا لقيناها في مصر الجديده. بتتباع على الرصيف. بتتباع على الرصيف؟ بتباع على الرصيف. وهي مائيه وبياكلها خص وبياكلها، بيعملها على انها حاجه ارضيه، هو مش متخيل قيمتها. بيعملها على انها ارنب يعني. ايوه، هي حاجه مفروض ان هي حاجه يعني نادره. بالظبط حاجه بالظبط. دي يعني دي لا، قيمتها الماديه ما تعادلش قيمتها الحقيقيه. قيمتها البيئيه يعني. هي دي كانت تعبانه، قعدت فتره بقى ما غطست، يعني قعدت فتره على وش الميه قبل ما غطست. تمام. لا ده دور رائع. النوع ده من السلاحف ليه دور في الحفاظ على الشعاب المرجانيه، ليه دور في الحفاظ على الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. سبحان الله، ربنا ما خلقش حاجه الا مربوطه ببعضها الا وليها نفع للارض وللانسان بشكل عام. بالزبط. في انواع معينه مستهدفه بتقع عليها مدار كتيره، انتوا زي القروش. قول لي بقى أنا. زي القروش والسلاحف البحريه. يعني انت ممكن تعالج قرش؟ لا انا ما عليكش قرش، ما عنديش يعني. ما فيش. لا لا لا، ما عليكش قرش. القرش نتابعه نعرف راح فين جه منين، لان هو اللي ممكن يعالج. لا هو القرش دي مش مش ما عندناش العلم ده. انا ما عندناش العلم ده، واحنا مش اهل علم. احنا بنسال صحاب العلم وهم يساعدونا، يا اما هم بيساعدونا يا اما هم بييجوا يتدخلوا في الامور اللي احنا ما نقدرش نعملها بايدينا. دول جهات بره يعني نفس تخصصهم؟ لا لا لا، اساتذه علوم بحر. انا عايز اعرف التسلسل الهرمي للموضوع عندكم، وهل انتوا جهه اهليه في دعم من الحكومة أو ما شابه؟ لا احنا ما عندناش دعم، احنا كلها جهود ذاتية. جهود ذاتية من أفراد القبيلة، ومش بنطلب دعم من حد. من أفراد؟ من أفراد القبيلة، الترايب، من أفراد الترايب. تمام. يعني فينا أستاذ علوم البحار، فينا الطبيب. التخصصات بقى هنبدأ فيها. بالظبط. أنا بس هاخد كل التخصصات، بس أعرف تخصص محمد، أستاذ محمد عبد اللطيف إيه؟ في الباريس. أنا أصلاً خريج تجارة. عظيم. تخصصي في الفريق يعني بتخلص حسابات السمك بقى وبتاع. لا بطل سباحه، هو بطل سباحه قديم ما شاء الله. هو دراع اليمين في المجموعه ما شاء الله، ربنا يحفظه قوي جدا في الغطس. تمام. تخصصي في الفريق مش يعني احنا مش تخصص فردي، احنا مش كل واحد فينا تخصص فردي. بالظبط، احنا مجموعه كلنا بنساعد بعض ان احنا نوصل للهدف بتاعنا، ان احنا نحافظ على الشعاب المرجانيه ونحافظ على الحياه البحريه عامه. اللي بيبقى فاضي او موجود في الوقت اللي فيه حاله موجوده في مكان معين بيقدر يتفاعل معاها. لكن مفيش يعني مش حاجه فرديه. دلوقتي انت بتعمل ايه بالظبط؟ اشرح لي دلوقتي وقتك بيبقى ازاي؟ اكيد ليك شغلك الخاص. بالظبط. كويس. وقتك بيبقى قد ايه؟ ايه الاعمال اللي انت مكلف بيها؟ ايام ايه؟ اخر حاجه مثلا عملتها ايه؟ هي مش ايام يعني. احنا في حالات بتجينا مثلا زي بورسعيد او اسماعيليه او الكلام ده في وسط الاسبوع او في وسط اليوم. يعني احنا السلحفاه اللي كان بيتعمل لها الخطاف دي كنا شغالين فيها لغايه الساعه 4 الفجر تقريبا، فهو مش وقت معين. انت زي ما بيجي لك الحاله وبتقدر ان انت تسعف الكائن البحري ده بتعمله.
فبس هو ده يعني مفيش وقت معين لحاجه معينه يعني. عظيم. يلا دكتور قول لي بقى حضرتك بعد اذنك التخصصات اللي عندك. تمام. احنا بنتعامل مع البحر فاحنا محتاجين ناس تفهم كويس قوي في الغطس وناس تفهم كويس قوي في علوم البحار. انا تخصصي مش علوم بحار، انا مدرب غطس. عصفور تخصصه مش علوم بحار، عصفور اللي هو الاستاذ محمد عبد اللطيف شرطه عصفور. محمد عبد اللطيف تخصصه هو اللي قال بقى انا ماليش دعوه مش مشكله هو خلاص مش هيعرف بقى يعني محمد هيتم ان انا كده قعد محمد عبد اللطيف هو غطاس قوي قوي سباح قديم فهو تخصصه مش علوم بحار. احنا بنتعلم من اهل علوم البحار عندنا مثلا معلش هو مين الوقت الفريق كان خلاص ده رجعوا للسلحفاه تاني كان في اتنين قبلها بي ده شكل الهوك لا 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 كان في اتنين قبلها بيسبحوا كنا عايزين نعرف الاسماء. طيب تمام نكمل. فهو شق البحر محتاج جزئين، جزء البحري اللي هو متخصص علم البحر وجزء الغطس اللي هو بيعرف في امور المياه. في جزء الثالث اللي هو الشق اللي حضرتك تسال عنه الشق القانوني او الشق البيئي. احنا الامور دي بنعملها بالتعاون مع محميات، مع محميات جنوب سيناء لو بنشتغل في جنوب سيناء او محميات البحر الاحمر لو بنشتغل في البحر الاحمر. لان احنا مني معنيين بالبحر الاحمر بخط الساحل كله يعني. من الافراد اللي بتتعاون معانا في البحر الاحمر في محميات جنوب سيناء دكتور سيد بكر ودكتور والاستاذ اسماعيل عبد العظيم وطبعا فوقيهم كلهم الدكتور اسمه ايه رئيس محمد نسي اسمه. كل دول بدون مقابل؟ لا 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 مفيش فلوس. هو ده بيعمله لله بس يعني. ايوه ما هو حاجه رفق بالكائنات البحريه. رفق بينا مش رفق بالكائنات البحريه. بينا يعني لما الموضوع قاعد علينا زي ما حضرتك قلت. بالظبط قاعد على البيئه كلها على اولادنا. بالظبط على نفسنا وعلى اكلنا وعلى شربنا وان يمكن احفادنا يشوفوا اللي احنا شفناه. لحضرتك لما بتحافظ مثلا انت شغلك البحر الاحمر وفي اكيد فريق في بورسعيد ورايح للبحر المتوسط. بالظبط. كويس. لما انت بتحافظ على الكائنات البحريه هنا والكائنات البحريه هنا بيفيد المنطقه نفسها بيفيد مصر نفسها. بالظبط. والعالم بشكل عام. بالظبط. انما بشكل مباشر يفيد البيئه المصريه. بالظبط. طب ايه بنود الافاده ايه في حياتنا؟ خلينا نقول مثلا لو نزل غطسه على شعب مرجانيه غطاس محترف ده بحث معمول من اكتر من 7 أو 10 سنين عظيم بيكسر في الغطسه من سنتي لسنتي ونص من غير ما يسقط في الشعب. مع العلم ان الشعب المرجانيه بالك في ناس قصده بقى ياخد تذكار لا هو مش قصده بقى كمان احنا هنتكلم على بعد تاني اللي هو اللي لسه بيتدرب اللي ما بيعرفش. فلو المحترف بيكسر من سنتي لسنتي ونص في الغطسه الواحده يبقى الغطسه دي لو نزلها النهارده 100 غطاس محترف شوف هيكسروا كم كيلو من الشعب المرجانيه. السنتي ده بياخد من 10 ل 30 سنه على حسب نوع الشعبه. في شعبه بتطلع في 3 سنين لو شعبه بحريه يعني ده السنت ده تكون عمر بالظبط ده تكون في 10 سنين اللي بيكسروا الباحث في غطسه مثلا من 10 ل 30 في حاجه بتوصل 50 سنه وبيكسروا كده بمنتهى السهوله من غير ما يقصوا يعني هو بيعوم. تمام نكمل. فده معناه ان كل غطسه كل شعبه كل مكان من الشعب المرجانيه عليه ضغط هائل جدا عليه امباكت شديد فبالتالي كل غطسه المفروض يكون ليها ساعه استيعابيه. لو انا عندي ضغط عالي من الغطس او ضغط عالي من المعامله مع البحر المارين لايف تتكسر سوري الشعب بتتكسر المارين لايف بتتاذي. طب ايه بديل؟ احنا عايزين بديل. احنا مش قلنا الناس ما تختصش. طب نعمل بديل نوعي الناس. طيب اللي فوق طاقه الناس نعمل لازم يكون عندنا بدائل. حاجه منها اللي هو المجسمات ان احنا نعمل شويه مجسمات باشكال مختلفه في صحراء. يعني انا عندي تحت المايه في اماكن كتير جدا فاضيه صحراء ما فيهاش اي حاجه نحط فيها شويه مجسمات تلفت نظر الناس. لو انا مثلا نزل عندي غطستين لو هو المكان الغطس عامل زي الهلال كده زي القوس ده مكان فيه شعب وده مكان فيه شعب والمكان ده فاضي لو حطيت في ده شويه مجسمات شويه لعب تحت المايه ما تضرش البيئه هيحمي. انا وانا نازل اغطس انا كغطاس هبقى عايز انزل اشوف لو هغطس غطستين في المكان ده بدل ما اغطسهم على الشعب غطس على الشعب غطس عليهم. أيوة. يبقى انا 50% من الضغط اللي على الشعب بعدته بالظبط بعدته لحاجه ثانيه. قلت لي في السعوديه بيعملوا كده برضه. في السعوديه دلوقتي في مشروع بيعملوه في الخليج العربي. تمام. منزلاه وزاره الزراعه ان هم عايزين يعملوا مجسمات كامله في حته اسمها الفناديق صح؟ تمام. اخيرا انا وقت الفقره الجميل انتهى بسرعه. استاذ محمد كلمه توجهها لاي حد بيضر اي مخلوق وخاصه المخلوقات البحريه. كلمه واحده؟ يعني انا قدامي خلاص يعني 30 سنه. طيب هو 30 سنه خلص. يعني مش هوجه حاجه لحد بس انا عايز الناس تبدا يبقى عندها وعي تبدا تقرا شويه عن الحياه البحريه اللي هي 70% من الارض اصلا. نبدا نبص للكائنات دي بمنظور تاني غير ان انا بصطادها باكلها وخلاص. يعني اشوف فايدتها ايه قبل ما اعمل فيها الكلام ده. تمام بنشكر حضرتك.
حضرتك بقى قول لنا يا دكتور، دكتور عبد الرحمن، رساله توجهها لاي جهه، وزاره البيئه او ما شابه، عايزها تدعمكم، او اي طلبات ليكم كفريق عمل متطوع مجاني. هو الناس بتدعمنا لما حد بنقول له بيدعمنا، بس انا عايز احب اقول كلمه برضو للشباب، نتعامل مع الارض على انها مش ميراث احنا ورثناه من اهلنا، ولكن هي امانه المفروض نسلمها لاحفادنا ولادنا. ده جميل جدا جدا. دكتور عبد الرحمن المكاوي، بشكر حياتك جدا جدا. استاذ محمد عبد اللطيف، نورتنا يا فندم، بنشكركم، ان شاء الله يكون لنا لقاء معاكم تاني. انتهى وقت برنامجنا، ان شاء الله موعد يتجدد غدا قبل ساعه تقريبا من الان. دمتم في رعايه الله وامنه، السلام عليكم ورحمه الله. نور في الآفاق تسامى، فأنار بعيدا وترامى، في المنتصف بدا أوله، ومضى يتألق وتنامى، ومضى يتألق وتنامى. من وحي القرآن اقتبسا، فأبان الحق وما لبسا، وإلى السنة ماد طريقا، فعلا في الناس ومن تكسى، فعلا في الناس ومن تكسى. أهدى للأسرة أزهارا، وجنى للآباء ثمارا، فانتشر كعطر في الدنيا، وعلى مد البصر أنارا، وعلى مد البصر أنارا.